داخل سوق المواشي بمحلية أم بدة أو سوق قندهار. هذا السوق يعيش كارثة حقيقية، تبدأ هذه الكارثة من إهدار السلالة السودانية للماشية، بالإضافة إلى تردي الخدمات والبيئة البائسة والسيئة جدا داخل هذا السوق. الزريبة جوا برضو بيجي الطين، ولا في ردميات، لا في مصلحة للحيوان، لأنه بياخذ منه قروش وما في لنا أي خدمات، ونحن متأثرين من الكلام ده ومتضررين تماما تماما تماما. حجم التداول اليومي في هذا السوق فقط يتراوح ما بين 5000 إلى 6000 رأس من الضان. الكلام ده معروف وكتب عنه، وأنا واحد من الناس كتبت عن الحاجة دي، إنه صدرت كميات كبيرة وصلت 2 مليون رأس من السلالة السودانية من الضان الحمري، من أجود أنواع السلالات الموجودة في العالم. والمشاكل المتعلقة بإهدار سلالات الماشية السودانية كذبح الإناث خارج القانون. في ذبيح غير مغنن، غير مغنن يعني كيري ما احنا بنقول عليه. ورقابة جميع الجهات الحكومية التي تفلح فقط في جني الجبايات من التجار في هذا السوق بلا خدمات. الوزارة في حد ذاتها ما مهتمة بالموضوع، يعني ما في الحجر الصحي هنا، ما في كويس، احنا بنشتغل شغل تجاري.